وجناح دوقية لوكسمبورغ الواقع في منطقة الفرص يعتبر نموذجا لتركيبة متكاملة ومنسجمة تجمع ما بين 5 عناصر هي التنوع والاستدامة والتواصل والجمال والمبادرة، عناصر تعكس طبيعة هذا البلد الأوروبي. نتابع مع لؤي غبرة موفد مركز الأخبار إلى معرض إكسبو. نعم شكرا، نحن الآن على مدخل جناح لوكسمبورغ في إكسبو دبي 2020. في هذا الجناح سنأخذكم في جولة شيقة ومثيرة ومختلفة نوعا ما. يبدأ هذا الاختلاف من هنا من شكل المبنى، إذا استطعنا إظهار المبنى الآن سنجد بأنه مصمم بطريقة مختلفة، حيث يمكن الدخول والخروج من هذا المبنى، مبنى لوكسمبورغ، بطريقتين. طبعا في هذا المكان سندخل الآن لنتعرف أكثر على تفاصيل هذا الجناح الذي تريد لوكسمبورغ أن تبقي عليه إلى 5 سنوات أخرى، وهذا ما تم الاتفاق عليه رسميا. البداية من هذا القسم الذي يعرفنا على الحياة في لوكسمبورغ، على التنوع الموجود فيها من حيث تعدد الجنسيات المتواجدة والتي تعيش في لوكسمبورغ، وهي تجربة أيضا تعطي انطباع عن طبيعة المجتمع في لوكسمبورغ. ومن المعروف أن لوكسمبورغ تتوسط القارة الأوروبية، وهي تعتبر إحدى عواصم الاتحاد الأوروبي إلى جانب بروكسل، فرانكفورت وستراسبورغ الفرنسية. لوكسمبورغ الدولة التي أيضا تمتاز بجسورها على ما يبدو أنها تنقل ذات الإحساس والتصميم إلى جناحها هنا في إكسبو 2020. كيف حولت لوكسمبورغ أيضا نفسها إلى هذا الموقع والمكانة المتميزة الرائدة أوروبيا وعلى مستوى العالم؟ قصة تحكيها لوكسمبورغ في هذا الجناح، وأيضا عن كيفية تحويل هذا التاريخ إلى فرص إن كان في المجال الاقتصادي أو في صناعة التكنولوجيا، وأيضا في المجال البيئي والحفاظ على الطبيعة. وفي هذا الفضاء، في هذه الردهة التي تشكلها الأقسام الخمس التي يتألف منها جناح لوكسمبورغ، نجد في النهاية المزلاج ويمكن استخدامه من قبل الكبار والصغار، وأيضا السلالم التي تفضي إلى المخرج النهائي. عودة إلى الاستوديو.